ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب فيديو النهارده اتكلم عن روتين العنايه بالبشره بعد سن ال40. هكلمكم عن افضل روتين وافضل منتجات مناسبه ليكم، وهقول لكم على الحاجات اللي تخلوا بالكم منها، وكمان هديكم معلومات هتفرق جدا معاكم في الروتين. كل ما بنكبر في السن كل ما بنفقد الكولاجين والالاستين الموجود في البشره، كل ما سمك البشره نفسه بيكون اخف، وكمان بتغير طبيعتها. يعني ممكن حد يكون قبل كده بشرته دهنيه تبقى مختلطه، وكمان البشره اوقات بتميل للجفاف والتحسس من اقل حاجه. طبعا ده كله بسبب ان احنا كمان بنفقد الدهون الطبيعيه اللي موجوده في البشره، وكمان بتكون عرضه اكتر للتصبغ، وبتكون حساسه كمان اكتر من الشمس. وفي بنات كتير بتلاحظ لما بتكبر في السن يبدا يظهر عندها زي بقع كده تصبغ من الشمس. الحاجات هنهتم بيها اننا نرطب ترطيب كويس، نحاول ان نحمي البشره حمايه كويسه عشان ما تكونش عرضة للبقع والتصبغات، ونحاول اننا نزود البشرة بالسيرامايد والحاجات المرطبة والدهون الطبيعية عشان تكون كمان البشرة السمك بتاعها اتقل شوية، وكمان نديها محفزات للكولاجين. طب اول حاجة هتكلم عليها، انتوا عارفين ان الجلد مراية الجسم، فلو انت عامة كصحة او كتغذية مش مهتمة وبتعملي عادات كتير غلط، فطبيعي ده كله هينعكس على البشرة. عشان كده بقول لكم لازم لو عايزين البشرة شكلها صحي والبشرة تكون فعلا فيها نضارة، لازم نهتم بالتغذية، ناكل كويس ونبعد عن الحاجات المصنعة، ونبعد عن العادات الغلط، وبلاش السهر، وكمان نشرب مية كويس، وكمان في نفس الوقت نحاول اننا ما نتعرضش للتوتر والاسترس والعصبية. انا عارفة ان الموضوع صعب، بس نحاول ونحاول ان احنا ما نحركش العضله كتير. انا عارفه الواحد لما بيتعصب غصب عنه بيعمل كده وبيعمل كده، انا من النوع اللي مش بحرك العضلات كتير، او دي طبيعتي، او انا طبيعتي اصلا هاديه ومش بتعصب يعني بسهوله. اكيد بتعصب زيكم بس اهدى شويه، فخلي بالكم لما بتحركوا كده او كده كتير. يعني انا عن نفسي مش بحركهم كتير، حتى مش عارفه احركهم عشان اشرح لكم. يعني لو انت شخص بيحرك العضله كتير هيبقى عندك فيه خطوط باينه، العضلة ملهاش علاج موضعي، عشان بتسائل على الموضوع ده كتير. لو انت عندك ال111 او الخطين، مشكلة في العضلة نفسها، فالكريم مش هيجيب نتيجة. يعني بالعقل كده الكريم مش هيأثر في العضلة، بتحتاج انها تتحقن ببوتوكس عشان ترجع المنطقة شكلها مشدود. عشان بس اكون صريحة معاكم، لكن الخطوط الرفيعة اللي في البداية، اللي بتكون خطوط رفيعة في البشرة مش بسبب عضلة، ممكن مع كريمات التحفيز الكولاجين والمرطبات ممكن شكلها يبان انعم وتتحسن بنسبه كويسه. ندخل بقى على الروتين. عارفه اني رغيت كتير بس حبيت اوضح لكم الفكره. اول حاجه مهمه معانا وهي الفيتامين، خاصه فيتامين سي. لو عملتوا بحث بنفسكم هتلاقوا ان في دراسات وتجارب اتعملت على اشخاص اخذوا الفيتامين سي طريق الفم، ظهرت عليهم النتيجه احسن بكتير من الناس اللي استخدمت سيرم فيتامين سي على البشره بطريقه موضعيه. عايزه اقول لكم عن تجربه بيخلي البشره فيها نضاره، شكل البشرة احسن، البقع والتصبغات بتروح بشكل اسرع، ففعلا بيفرق وبيقلل الاكسدة اللي موجودة في الجسم. انا بستخدم المنتج ده عبارة عن فيتامين سي بنسبة 50% وفيتامين اي، وكمان كولاجين بحري بنسبة 8.36% جرام. من الحاجات الحلوة جدا اللي فعلا بتفرق، يمكن الحاجة الوحيدة اللي بتضايقني فيه اني بحس انه بيتخن وشي زيادة، فبستخدمه يوم ويوم لا، بس بيخلي شكل بشرتي فيها صحة اكتر. اللي انا بستخدمه فيها، انتوا نفسكم لاحظتوا الموضوع ده وسألتوني، شكل البشرة عندي صحي اكتر، مليان اكتر، معرفش ليه. يمكن بستخدمه يوم ويوم لا عشان اقلل، بحس انه بيتخن وشي بزيادة عشان كده بقلل. بس لو ما لاحظتيش الموضوع ده، لا استخدميه يوميا، هو المفروض يستخدم يوميا. الفيتامين سي اللي فيه بيعمل نضارة شوية، فبرضه من الحاجات اللطيفة اللي هتفرق لما تدخلوها في الروتين، وانصح بيها جدا. تاني حاجة مهمة في الفترة دي وهو السان سكرين او السان بلوك، لان الشمس بتكسر الكولاجين. كمان في الفترة دي بتكون البشرة حساسة وعرضة بسرعة للتصبغ. كمان لو عندك خطوط الشمس هتزودها لو ما استخدمتيش سان سكرين كويس، ونراعي النوع يكون الفلاتر بتاعته كويسه جدا. استخدم بيزلاين، هينفع مع الناس اللي بشرتها عاديه مختلطه جافه بتميل للجفاف، دهنيه لا، وهو على فكره كمان مضاد للتجاعيد، فبرضه حلو جدا. اكيد الترطيب مهم جدا، وانا بفضل المرطبات اللي فيها السيرامايد. سيرافي فيها 3 انواع من السيرامايد، وفيها الهيرونيك اسيد وفيها النياسيناميد. لو بشرتك جافة جدا فالكريم حلو جدا للبشرة الجافة، لو بشرتك مختلطة او عادية او دهنية
فاللوشن الليلي، الليلي بأكد على المعلومة دي عشان في منه النهاري حلو جدا وبيدوا ترطيب حلو جدا وبيفرقوا فعلا في ترطيب البشرة. كمان خاليين من العطور فحلو جدا ترطيبهم، وفيهم السيراميد اللي بيحسن من البشرة وبيحسن كمان من حاجز البشرة وبيساعد في ترميم البشرة. والسيراميد دي عبارة عن الدهون الطبيعية الموجودة في البشرة. مهم جدا اننا ندخل سيرم الريتينول، لان الريتينول بيحفز الكولاجين اللي في البشرة. فريتينول ذا اورديناري يعتبر من الانواع الكويسه، واختاروا التركيز على حسب بشرتكم. يفضل في الفتره دي لو هتختاروا تركيز وكنتوا قبل كده بتستخدموا الريتينول عامه، هاتوا التركيز 1%، لان فعلا التاثير والنتيجه بتاعته حلوه جدا. لكن لو حد لسه هيبدا اول مره ريتينول ممكن يبدا بالنص. 2% هو عندي حاليا بس فعلا ضعيف جدا. 1% انا مجرباه قبل كده وتاثيره فعلا حلو، بيدي نتيجه ملحوظه وبيحسن بسرعه. فلو انتي متعودة على الريتينول هاتي 1%، نتيجته حلوة جدا. طبعا المنطقة دي من المناطق المهمة جدا، ويمكن اكتر حاجة بيظهر عليها السن والخطوط والتجاعيد، فعشان كده نهتم بالصن سكرين في المنطقة دي، نلبس نظارات شمس يفضل، نهتم كمان بكريم العين اللي فيه ريتينول وفيه البيبتايد من الانواع الرخيصة يعني الكويسة ACM ديوليس. لكن لو تقدر تشتروا حاجة مستوردة وكويسة تمام، بس ده يعتبر يعني كويس بالنسبة لسعره. وانا عارفة ان الاسعار زادت، فبحاول على قد ما اقدر ابسط عليكم الروتين. ياريت لو ندخل في الروتين مرة في الاسبوع او مرتين، او لما نعمل شيفينج، او لما البشرة نحس انها ضعيفة شوية او حساسة او محمرة من الشمس، كريم السيكا من لاروش بوزي، لانه بيرطب ترطيب عميق. وفي نبات السنتيلا اللي بيساعد على تهدئة الالتهاب والاحمرار والتحسس فدي الحاجات المهمة والاساسية اللي لازم تكون موجودة. مشروب الكولاجين والفيتامين سي لانه فعلا بيفرق، سيرم الريتينول طبعا بيحفز جدا الكولاجين، السان سكرين والمرطب. لو البشرة حساسة ممكن نستخدم كريم لاروش بوزي، لو البشرة مش حساسة ممكن تعملي اسكيب للخطوة دي. باقي السيرم مش اساسية، بس ممكن ندخل لو في امكانية، لو حاسة ان المنتجات دي كلها حاسة انك عايزة تزودي شوية ترطيب، او مش حاسة معاها بالترطيب الكفاية. لو الترطيب كفاية خلاص، لو مش كفاية سيرم الهيرونيك اسيد من بايو بالانس ممكن ندخله، لو حسينا ان الترطيب مش كفاية لانه بيزود الترطيب. طبعا سيرم الفيتامين سي بيساعد على انك تحافظي على الكولاجين الطبيعي الموجود في البشرة، لانه بيمنع تكسير الكولاجين. بس في ناس عندها تحسس من الفيتامين سي، لو حد عنده تحسس منه ما يجربوش، لان التحسس اصلا مشاكله كتير، فلو استخدمتيه هيدخلك في مشاكل فانتي في غنى عنها. لكن لو بشرتك مش حساسة، النوع ده حلو جدا من اوز ناتشرال وتركيزه 20%، فهيكون حلو جدا. بس كده، وده كان الفيديو، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. ولو حابين تسألوا عن اي حاجة اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا برد على كل التعليقات. شكرا ليكم ومع السلامة.